المنابر الحاضرة معنا في الندوة الصحفية ديال اليوم اللي تسلط الضوء على موضوع مع الأسف مازال مسكوت عنه في كثير من المواقع، ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال وعلى النساء، اللي الجمعية تحاول ما أمكن المتابعة دياله سواء على المستوى المركزي أو على المستوى ديال الفروع. بالفعل هناك بعض القضايا تأخذ بعدا كبيرا أو اشتغالا أقوى، هنا أعود خاصة الإشكال القضائي اللي كان وقع مع المغتصب الكويتي اللي مع الأسف كان تواطؤ ديال السلطة القضائية وكذلك السلطات المغربية ككل من أجل تسهيل الهروب دياله. أقول تواطؤ لأن كان هناك خطأ جسيما من خلال السماح له المتابعة في حالة سراح دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضوره، وإلى الآن ما زلنا نتابع هذا الملف. كذلك كانت الحالة ديال الطفلة ديال تفلت لحسن الحظ، هناك يجي الدور ديال المجتمع المدني لأن لولا يقظة الحركة النسائية ككل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذا من جهة أخرى تأتي الندوة الصحفية ديال اليوم لتسلط الضوء على هذا الموضوع، لأن هناك نقاش حول مدونة الأسرة وتغييرها، إذا يجب هذه النقطة كذلك أخذها في عين الاعتبار في هذا النقاش المجتمعي، لأننا داخل الجمعية كنا وما زلنا دائما نطالب بمدونة للمرأة شاملة، ليس فقط أننا نجزئها على ما هو موقع، ولكن على الأقل تكون شاملة نظرا للخصوصية ديالها، نظرا لأن مع الأسف في دولة في حال المغرب سي لا ترونش لا بليفي النيراب، إذا نحن نحتاج إلى مدونة للمرأة تشمل القانون الجنائي وكل ما يتعلق بما هو قانوني يأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية الهشة ديال المرأة. كذلك لا يفوتني إلا أن أندد بما صرح به وزير العدل دائما في ارتباط بالقضيه ديال الطفله ديال تفلت، لما صرح على ان الجمعيات النسائيه اتت لاخذ صور وانصرفت، فاظن هذا تبخيس للعمل ديال الحركه الحقوقيه، ونحن نقول له ان لو كانت الدوله تقوم بواجبها لما لذهب المجتمع المدني للشغال حول مواضيع اخرى، لكن نحاول ما امكن التنبيه لان هذا هو دورنا. اذا هذا بشكل عام، واترك الكلمه للرفقات والرفاق في الندوه ديال اليوم. شكرا. اليوم حنايا عندنا احنا في المقر ديال الجمعية المغربية لحق الإنسان، المقر المركزي، من أجل ندوة صحفية حول جرائم ديال الاغتصاب وكذلك الاعتداءات الجنسية على الأطفال. هذه الندوة اللي كنظموها تحت الشعار جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات انتهاك جسيم لحق الإنسان، وهي كتجي على الخلفية ديال الأحداث الأخيرة اللي عرفتها المحاكم المغربية واللي خلقت واحد جدل كبير، واللي هي الاغتصاب اللي تعرضت له هذيك الطفلة، واللي كانت للأسف حكم ابتدائي مخفف جدا وتلتمس فيه ظروف تخفيف يعني تحكمت فيه ظروف السلطة التقديرية ديال القضات، وكان حكم مخفف جدا واللي على مستوى المرحلة الاستئنافية ترفع. إذا هذه هي الخلفية اللي حركت هذا الجدال واللي خلات أن الجمعية المغربية لحق الإنسان خصوصا من خلال القضايا الكثيرة اللي كتعرض عليها ديال الاعتداء سواء على الأطفال النساء، واللي تواترت بشكل كبير واللي ارتفعت بشهادة ديال النيابة العامة في 2021 اللي كتقول بأن الاغتصاب والاعتداء الجنسية ارتفعت من يعني ب 50% من 2021. إذا هذا في هذا السياق هذا كيجي هذا التنظيم ديال هذه الندوة الصحفية باش نثيروا فيه يعني ندقوا ناقوس الخطر وننبهوا المخاطر ديال هذه الاعتداءات الجنسية والجسيمة على الأشخاص كأفراد يعني نساء أو أطفال ولا طفلات، وكذلك على المجتمع ككل، واللي أيضا نبهوا الجهات المعنية والمختصة وخصوصا الدولة باعتبارها هي يعني الفاعل الرئيسي واللي خصو يعني يتحرك في هذا الاتجاه، هو أن ما يمكنش غادي تبقى تمر الاعتداءات الجنسية وكذلك على الأطفال وتكون عقوبات مخففة اللي هي كتساهم في انتشار الظاهرة وكتساهم كذلك في الإفلات الجنات من العقاب. وللأسف أن المسألة ماشي كتعلق فقط بالجهاز ديال القضاء وإنما كتعلق بالتشريع، فمربط الفرس والإشكال كاين في التشريع. التشريع هو بنفسه كيف كيتيح الإفلات من العقاب، إضافة إلى الإجراءات الأخرى اللي خصها تكون مصاحبة يعني الولوج إلى القضاء، اللي هي يعني المرور على الأخصائي الاجتماعيين، كذلك الأطباء النفسيين، كذلك اعتماد الوسائل التقنية الحديثة اللي تمكن
أنه ما يفلتوش الجنات من العقاب، منها لديان، منها الخبرة الشرعية. وللأسف هادشي كله ما كديروش للضابطة القضائية وما كديروش النيابة العامة، وكتكون متابعات بأحكام مخففة اعتمادا على هذاك العرض كما كيتسمى في القانون اللي وغالبا كيسميوه بدون عنف. وبالتالي كتكون هذيك الأحكام والعمل القضائي كله كيمشي في اتجاه ما بين 6 شهور سنة إلى سنة ونصف. يعني ماشي قضية الطفلة تفلت ولا قضية السويدي اللي احنا كنذكروها اللي كانت في بنقرير اللي قتلت نفسها حرقا لأنه تغتصبت وتصورت وهي كتغتصب، وكانت احكام ما بين البراءه وما بين 8 شهور. وحتى كانت الوسائل دي حتى كان ضغط كبير من الشارع عاد رفعت الاحكام الى 20 سنه. اذا احنا اليوم باش نقولوا يجب ان يتوقف هذه الاعتداءات الجسيمه على النساء وعلى الاطفال، وعلى الدوله ان تتحمل في مسؤوليتها سواء تشريعا سواء يعني اراده سياسيه حقيقيه لتغيير هذا الواقع. ندوة صحفية ديالنا اليوم واللي هي بخصوص ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات والنساء، هو انتهاك، كنعتبره انتهاك جسيم لحقوق هاد الأشخاص هادو. تأتي هذه الندوة الصحفية في حقها بعد تواتر مجموعة ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات وما يرافقها في حقها من أحكام اللي هي جد جد مخففة واللي ما كترقاش الجرم اللي ارتكب في حق هاد الأطفال هادو، واللي كنعتبرهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهم رجال ونساء الغد. ما كتكونش حماية نفسية ولا متابعة نفسية لهاد طفلات والأطفال، ما كتكونش مواكبة أو لا يعني تسهيل المساطر للإبلاغ على هاد الاعتداءات الجنسية. يعني واحد المجموعة ديال الحاجات اللي خصها تكون مرافقة هاد الأطفال والطفلات محرومين منها. كذلك كنعرفوا أن هناك طفلات اللي يعني تعرضوا لاعتداءات جنسية جماعية، وهذا كنعتبره في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصو يرقى ظاهرة الاتجار بالبشر. كذلك هناك الأحكام اللي هي جد مخففة، وهذا حتى هو خصو مراجعة كذلك في القانون الجنائي، لأن مشاكل الاغتصاب أو قضايا الاغتصاب في حق الأطفال خصها تكون فيها الأحكام جد مشددة وما تكونش مخففة وما ناخدوش فيها ظرف التسهيل. كذلك البيدوفيليا اللي المغرب ولا الباب ديالو مشرع لكاع البيدوفيل ديال العالم، كذلك خصها تجرم في القانون الجنائي وتصدر واحد اللائحه ديال منع مجموعه ديال البيدوفيل ما يدخلوش المغرب. وكذلك التنازلات ديال الاباء بعد الضغوطات اللي كتكون عليهم ما خصهاش تكون نهائيا، لانها خصها تمنع باش يعني القضاء يكون ياخذ المجرى ديالو الطبيعي بدون تاثير على الوالدي الاطفال المغتصبين. المتابعه النفسيه جد جد مهمه واللي خصها في حقها تكون مرافقه لهذه الحالات هذه. كذلك الاطفال في وضعيه اعاقه ولا الطفلات خص الاحكام تكون جد مشدده ونحيدوا من القانون الجنائي هذاك اغتصاب بعنف او بغير عنف، لان الاطفال اطفال ما كيعرف عنف ومن غير عنف، لأن خص القضاء يكون واعي بهذه القضية هذه ونحيدها نهائيا، لأن في حقها الأحكام ولا هد القانون اللي يعني البنود ولا فصول القانون الجنائي باش ما تبقاش وصمة عار في جبين المغرب. شكرا.